أعتبر هذا موسما جديد، فأفتتح هذا الموسم بدعاء الافتتاح كما افتتحه السيد الوالد قدس سره سابقا. فقفوا وقولوا بعد كل فقرة يا الله، قفوا رجاء. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك يا الله، وأنت مسدد للصواب بمنك يا الله، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين يا الله، في موضع العفو والرحمة يا الله، أشد المعاقبين في موضع الإحسان والنقمة يا الله، أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة يا الله. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك يا الله، اسمع يا سميع مدحتي يا الله، وأجب يا رحيم دعوتي يا الله، وأقل يا غفور عثرتي يا الله. كم يا إلهي من كربة قد فرجتها يا الله، وهموم قد كشفتها يا الله، وعثرة قد أقلتها يا الله، ورحمة قد نشرتها يا الله، وحلقة بلاء قد فككتها يا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا الله، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة يا الله، تعز بها الإسلام وأهله يا الله، تذل بها النفاق وأهله يا الله، تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك يا الله، القادة إلى سبيلك يا الله، ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا الله. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا يا الله، ما قصرنا عنه فبلغنا يا الله. اللهم المن به شعثنا يا الله، اشعب به صدعنا يا الله، ارتق به فتقنا يا الله، كثر به قلتنا يا الله، اعزز به ذلتنا يا الله، اغن به عائلنا يا الله، اقض به عن مغرمنا يا الله، اجبر به فقرنا يا الله، اسد به خلتنا يا الله، محمد وآله الطيبين الطاهرين يا الله.